عملا بمخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة المتعلق بمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وعلى إثر معلومات مؤكدة لقائد المجموعة مفادها قيام شخص بنقل كميات من الأقراص المهلوسة، واستغلالا للمعلومات تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك من طرف فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين بسام تحت قيادة قائد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالبويرة، أسفر عن توقيف المركبة وسائقها وحجز 34 من المؤثرات العقلية نوع بريك بارلين بمجموع 5100 قرص مخبأة بحكام داخل المركبة. تم فتح تحقيق في القضية، فور الانتهاء منه سوف يتم تقديم الشخص المعني والمحجوزات أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا.